ينضم إلينا من أمام مستشفى شهداء الأقصى مراسل المملكة باسل العطار. أهلا ومرحبا بك معنا. باسل، الساعة الماضية ماذا حملت من تطورات سواء بعد الإعلان عن أعداد الشهداء من وزارة الصحة أو حتى على مستوى العمليات والاشتباكات العسكرية ما بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة؟ هل ما زالت مستمرة؟ نعم عبد الله، نبدأ بآخر التطورات فيما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية في المناطق الشمالية ومدينة غزة، حيث أعلن قبل قليل عن استشهاد ما يقرب من 50 فلسطينيا جراء قصف منزل في حي الرمال في مدينة غزة. أعداد الشهداء مرشحة للزيادة في ظل وجود مفقودين ما زالوا تحت الركام، إلى جانب أيضا استهداف منزل آخر قبل حوالي نصف ساعة من الآن، والحديث عن ما يقرب من 70 شهيدا جراء استهداف هذا المنزل. وبالتالي نحن نتحدث عن قصف إسرائيلي مركز في المناطق الشمالية في مدينة غزة، والتي أيضا ما زالت إمكانية إحصاء الشهداء صعبة في ظل خروج جميع المستشفيات عن الخدمة. إسرائيل اقتحمت أيضا عبد الله مستشفى المعمداني بعد حصاره، وهذا السيناريو الذي كان يخشاه الفلسطينيون في تكرار للسيناريو الذي حدث في مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة وأيضا مستشفى الشفاء من قبل. وبالتالي نحن نتحدث عن تركيز إسرائيلي كبير على تعطيل عجلة القطاع الصحي في قطاع غزة الذي يعاني بشكل كبير. دعنا نتحدث قليلا عن المستشفى الذي نتواجد به، مستشفى شهداء الأقصى، ومعي هنا الدكتور خليل الدقران الناطق باسم مستشفى شهداء الأقصى. نرحب بك دكتور. بداية، أعداد أو إحصائية ما وصل اليوم من شهداء وجرحى إلى المستشفى؟ أخي الكريم، مع استمرار العدوان الغاشم على أبناء شعبنا في قطاع غزة لليوم 74 على التوالي، وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى اليوم أكثر من 20 شهيدا وأكثر من 40 أصابة، جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ. وهذه الأعداد الكبيرة التي تصل إلى مستشفى شهداء الأقصى. نحن المستشفى الوحيد الموجود في المحافظة الوسطى لا يستطيع استقبال مثل هذه الأعداد، وخاصة هناك نقص كبير في المستلزمات الطبية والأدوية والوقود في هذا المستشفى. ونهيك على أن المستشفى الآن أعداد الإصابات الموجودين في داخل المستشفى يفوق عدد الأسرة بخمسة أضعاف عدد الأسرة، ولذلك لجأنا إلى وضع معظم الحالات بين الممرات وفي الأزقة وفي الساحات الداخلية والخارجية، ومعظم الإصابات أكثر من نصف عدد الإصابات منوم على الأرض بسبب عدم وجود أسرة. وأيضا تم وضع عدد كبير من الإصابات في خيام خارج مبنى المستشفى، وهذا يأتي في إطار مسلسل المجازر المستمرة على أبناء شعبنا في قطاع غزة، يعني في إطار الإبادة الجماعية لمستشفياتنا وإيصال الأعداد الكبيرة لهذه في داخل المستشفى يفوق عدد الأسرة، أيضا يأتي في إطار الإبادة الجماعية لجميع أبنائنا في قطاع غزة. ناهيك على أن أعداد النازحين الموجود في داخل المستشفى وفي أماكن الإيواء في محيط مستشفى شهداء الأقصى، هناك أعداد كبيرة من النازحين وصل بسبب بعد إعلان جيش الاحتلال بأن المحافظة الوسطى والمحافظة الجنوبية بأنها أماكن آمنة، أيضا ازداد عدد النازحين، وهذا يعني يأتي في إطار أكذوبة جيش الاحتلال بأن المنطقة الوسطى منطقة آمنة. لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة، وذلك لأن أعداد الشهداء وصل منذ بداية هذا العدوان وحتى هذه اللحظة في مستشفى شهداء الأقصى أكثر من 4200 شهيد وأكثر من 8700 إصابة. كيف تعملون دكتور؟ الآن نتحدث عن بيانات كثيرة لوزارة الصحة أكدت نقص المواد الطبية، حالة الضغط الكبير، الإرهاق الكبير أيضا على الطواقم الطبية. ما الذي الآن بات مفقودا بشكل كامل من المواد الطبية، وكيف تعملون، وما أصعب ما قمتم به؟ هناك حديث عن عمليات مثلا دون تخدير، هل وصلنا لهذه المرحلة داخل المستشفى؟ بالنسبة لمستشفى شهداء الأقصى، في الأعداد التي تصل إلى المستشفى الآن، نحن نقوم كطواقم طبية ونعمل على مدار الساعة منذ بداية هذا العدوان. نحن الآن نستقبل معظم الحالات من سيارات الإسعاف إلى قسم الاستقبال على حملات ألواح من الخشب،
ولا يوجد أسرة في قسم الاستقبال. معظم الإصابات التي نقوم بإنقاذ حياته أو تقديم له الخدمة الصحية في قسم الاستقبال يتم وضعه على الأرض، يعني لا يوجد أماكن أو أسرة يتم وضع المصابين بها في داخل قسم الاستقبال، وهذا بسبب الأعداد الكبيرة التي تصل إلى المستشفى، وتم استخدام جميع أسرة قسم الاستقبال في داخل الأقسام لتنويم الحالات المصابة، ومعظمها حالات خطيرة، جلهم الأطفال والنساء والشيوخ، وهناك أعداد كبيرة في داخل المستشفى يلزمها عمليات جراحية كبيرة، وذلك أن في داخل المستشفى نحن نفتقر إلى المستلزمات الطبية مثل صواني العمليات اللازمة لمعظم التخصصات الجراحية، وأيضا عدم وجود أجهزة تثبيت للكسور سواء من الداخل أو من الخارج، مما نضطر أحيانا إلى بعض الحالات نقوم ببتر الأطراف بسبب أيضا عدم وجود أدوية ومضادات حيوية، مما يؤدي إلى التهاب أماكن الكسر، وعدم وجود أيضا أجهزة تثبيت، هذا يؤدي إلى نضطر إلى يعني بتر بعض الأطراف. وهناك أعداد كبيرة ما زال موجود في داخل هذا المستشفى لا نستطيع أن نقدم له الخدمة الطبية بسبب عدم وجود أدوية، ولذلك نحن ناشدنا العالم منذ بداية هذا العدوان وحتى هذه اللحظة بفتح المعابر وإرسال المستلزمات الطبية والأدوية وإرسال طواقم طبية مع فتح مستشفيات ميدانية في داخل مستشفيات قطاع غزة لإنقاذ المصابين، وأيضا طالبنا العالم والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والعالم الحر، وأن نطالب أيضا ونكرر نداء الاستغاثة للأمة العربية والإسلامية بفتح المعابر وتحويل معظم الحالات الموجودة في مستشفيات قطاع غزة إلى العلاج بالخارج، لأن أكثر من 70% من المؤسسات الصحية خرجت عن الخدمة، وكان آخرها مستشفيات المحافظات الشمالية ومحافظة غزة، وأيضا من أكبر مستشفيات قطاع غزة مستشفى الشفاء خرج عن الخدمة، ومستشفى ناصر بخان يونس ومستشفى كمال عدوان، وتم استهداف أكثر من 100 سيارة إسعاف وتم تدميرها بالكامل، واستشهد من طواقمنا الطبية 205 من 305 شهداء من الطواقم الطبية، وأكثر من 650 مصابا. ونحن نستغرب من العالم كيف يعني ما زال لم يقدم حتى الاستنكار لما يحدث لطواقمنا الطبية، ونحن أكدنا منذ بداية هذا العدوان على جميع العالم أن يوفر الحماية للطواقم الطبية لكي نقوم بتقديم الخدمة اللازمة لأبناء شعبنا في قطاع غزة. شكرا جزيلا الدكتور خليل الدقران ناطق باسم مستشفى شهداء الأقصى. إذن كما استمعت عبد الله، نعم، 20 شهيد على الأقل وصلوا إلى هذا المستشفى. نحن نتحدث عن إصابات ترد نتيجة استهداف في مخيم النصيرات كان قبل قليل، استهداف بالمدفعية شرق مدينة دير البلح، إلى جانب أيضا استهدافات في مخيم البريج. وهذه المنطقة هي المنطقة الوسطى التي يخدمها هذا المستشفى، هو الوحيد الذي يخدم هذه المناطق، وهي مناطق مكتظة، لأننا نتحدث عن مخيمات للاجئين، إلى جانب أيضا مدينة دير البلح التي باتت تستضيف أيضا آلاف النازحين الهاربين أو الذين يبحثون عن بعض الأمان من العدوان الإسرائيلي الذي ما زال مستمرا ولا يستثني أي منطقة في القطاع. نعم، بس بعجلة إذا سمحت لي نريد أن نعرج سريعا على مسألة المساعدات سواء التي تدخل عبر معبر رفح أو حتى معبر كرم أبو سالم، والحديث عن أهمية هذه المساعدات. هل هناك أي أنباء جديدة حول دخول المساعدات بشكل أكبر خلال الساعات الماضية إلى قطاع غزة؟ وفق المعلومات المتاحة فإن معبر كرم أبو سالم سيتم إدخال فقط الشاحنات المخصصة للأونروا من خلاله. بالأمس تم أو سمح بدخول 24 شاحنة محملة بالمساعدات للأونروا، أما ما يتم السماح له للهلال الأحمر فسيدخل من معبر رفح وفق الآلية المعتادة. حتى الآن الأعداد التي دخلت من الشاحنات هي 120 شاحنة بالأمس، ننتظر إحصائية هذا اليوم، لكن لا يوجد حتى الآن أي فرق ملموس على الرغم من تشغيل هذا المعبر، في ظل أيضا انتقادات إسرائيلية من اليمين المتطرف لتشغيله والذي يطالب بإغلاقه، وهذا أيضا يشكل ضغط خاصة، ونحن نتحدث أن من يسيطر الآن على الحكومة الإسرائيلية هم اليمينيون المتطرفون، وبالتالي إمكانية إغلاق معبر كرم أبو سالم من جديد واردة في ظل ما يحدث، خاصة ونحن نتحدث أن المهم النية الإسرائيلية بإدخال المساعدات وليس فقط السماح بإدخالها عبر أي معبر.
نعم، شكرا لك مراسل المملكة من دير البلح باسل العطار، وسنعود إليك أيضا في تطورات الأوضاع في قطاع غزة. شكرا لك باسل.